اذا هذا هون الموديل تبع دي سي موتور، حطيناه هون كله كبلوك في داخل البلوك. عندنا هاي دي سي موتور نفسه، هاي الارمتشر، هدول رمز للبرشز التنين، والارمتشر بلس ارمتشر ماينس. الاشارات مهمه لانه الاشارات بتعطيني انه التورك بوزيتيف او نيجاتيف. الكونفنشن مهم، انتبهوا على الكونفنشن. نفس الشيء في الاي سي موتور، في الاي سي موتور اذا حطيت اي leading B by 120 degrees, leading C by 120 degrees رح يعطيني phase rotation معين ورح يعطيني torque معين. ولو انت رحت غلطت وحطيت A leading C و C leading B، فانت شو عملت بالphase rotation؟ عكسته. ولما عكست الphase rotation التورك رح يصير positive في الاتجاه المعاكس، وهي رح تلخبطك، رح تتلخبط تماما. فدائما انتبه على الconventions. اذا رح تحط A plus و A minus، ايش بعمل؟ بدي احط البوزيتيف تبع الدي سي سورس على A plus والنيجاتيف تبع الدي سي سورس على A minus، والا راح ينعكس اتجاه التورك. بس ينعكس اتجاه التورك راح يطلع معك تورك نيجاتيف، وانت بتفكر انه الموتور عماله بيطلع نيجاتيف تورك. ما تلخبط حالك، اشتغل دائما على الكونفنشن اللي موجود هون. الكونفنشن الموجود هون بقول لي A plus و A minus، فبدي احط البوزيتيف فولتج هون والنيجاتيف فولتج هون عشان يكون موتور يشتغل كموتور. ممكن اشغله كجنريتر بعدين بنشوف كيف ايش بعمل بالها. طيب اذا نطلع على السريع، اذا على هذا البلوك ان الدي سي موتور ارمتشر، تو ارمتشر تيرمينلز. سمح لي هون معمول له سيبريت اكسايتيشن، فالفيلد تيرمينلز منفصلين. اذا بدي اعمل فيلد ويكنينج، في بعض الاحيان اذا بدي اعمل فيلد ويكنينج بضعف الفيلد، بنزل التورك بس بسمح لي اطلع لسرعه اعلى، هذا اسمه فيلد ويكنينج. بس احنا ما رح نستعمل الفيلد ويكنينج، رح نخلي الفيلد على الريتنج تبعته. اظن الريتنج هلا بنشوفها بتبين معي البارامترز من هون ايش لازم الفاليو نحطه. اظن انه 300 فولت، هلا بنتاكد. إذا إحنا ما رح نعمل فيلد ويكنينج، لكن أنت بإمكانك في بعض حالات. ليش بستعمل فيلد ويكنينج؟ إذا أنا بدي أرفع السرعة وأضحي بالتورك، ما عندي مشكلة بالتورك، بس أنا بدي سرعات أعلى من الريتد سبيد، بخفض الفيلد من هون. لما بخفض الفيلد المحرك بده يصير يطلع لسرعات أعلى حتى يجيب نفس الباك إم إف. لكن إحنا ما رح نعمل فيلد ويكنينج، رح نحافظ على هذا كونستانت، وهي زي ما أنتم شايفين رح أحط فولتج سورس من هون وما رح أغيره بعدين، فرح يضل هذا ثابت من هون. نلتزم بالكونفنشن. اذا الكونفنشن بقول لي بلس وماينس هون، بدي احط البلس تبع السورس هون والماينس تبع السورس هون، واللي راح ينعكس عند التورك. فالكرنت راح يمر فيلد كرنت، والفيلد كرنت من هون. هذا طبعا القيم كلها راح تاثر على الباك ام اف وال الباك ام اف تبعت المحرك. هي عندي هون تو تيرمينلز طلعناهم لبرا تبع البلوك السب سيستم هذا اللي بنانا من هون، فصار عندي بامكاني انا اربط وسميناهم A1 و A2. تقدر تسمي، بتقدر تغير الاسماء، هذول تسميهم زي ما بدك. انا سميتهم A1 و A2، واضح انه هذول راح يكونوا اللي هم البلس والماينس، او A بلس و A ماينس اذا بدك تسميهم من هون. هذول بلوكس ميجرمنت، هذا انبوت، عفوا هذا انبوت للسيستم. فكاني عمالي بقول انه الانبوت للسيستم لازم يكون تورك، والاوتبوت من السيستم راح يطلع عندي ميجرمنتس. بالميجرمنتس في عندي 4 فيريبلز بيطلعوا معي. هذا هون استعملنا بس سيلكترز، حنا نختارهم كلهم الاربعه. اذا ما بدك تختارهم الاربعه بتقدر تشيل منهم اشياء. بنعمل رايت كليك وبنختار البارامترز اللي بدنا اياهم. اذا في بارامتر ما بدنا اياه، وهذول مسميين تسميتهم سابقه، هاي التسميه يعني موجوده اصلا. سبيد ريدينس بير سكند، ارمتشر كرنت، فيلد كرنت، والكتريكال تورك. اذا بتروحوا على الاندكشن موتور راح تلاقي في عدد اكبر بكثير من البارامترز. هون البارامترز اربعه بس اللي موجودين، اكيد بشوفهم من هون. بعمل رايت كليك وبنروح بس سيلكتر بارامتر. فالبس سلكت هي، واذا بدي اقيم اي واحد من هدول مثلا بدي اعمل ديليت، بس بعمل له ديليت، هي بس بعمل ديليت من هيك من هون بعمل له ديليت. او بدي اختار، نرجع نختار شو كان اللي عملت له ديليت. انا سبيد، هي بنعمل هون سلكت، بعمل كانسل، بديش الخبط اللي هاي موجوده هون. اوكي، فهي السيجنالز على البس والسيجنالز طالعه لبرا. لاحظوا في اختلاف ثاني كمان، شايفين هاي البوينت كيف شكل اللي حواليها؟ فيها فيها زي اليبس يعني شكلها، في حين هاي شكلها، لانه هذه باور سيجنال او باور كونكتر وهي سيجنال كونكتر، فهدول التنتين بيختلفوا عن بعض. بصيرش نلخبط بين هدول التنين. هاي الكتريكال سيركت اللي هون، هدول الكتريكال تيرمينالز، وهدول سيجنال تيرمينالز، هم معمولين للقياس كانهم هم التيرمينالز تبعون اوسيلوسكوب او فولت ميتر، طلعناهم حتى نقيسهم. مش باور تيرمينالز بيحملوا كارنت زي هدول التنين منهم. هلا احنا اذا بدي اغير المود تبع الدي سي موتور، بقدر اغير من تورك لسبيد ومن سبيد لتورك. فهي هذا هون مغير سبيد اوميجا، معناها انا المحرك بدخل له من برا سبيد، اي سيت ذا سبيد، وايش بيطلع معي؟ تورك.
أو I can set torque بطلع معي speed بس I can't set both طبعا. فأنا عمال إنه يعني لو جينا غيرنا هلا هون قلنا أنا بدي أدخل المحرك هذا من برا التورك وأعمل له setting للتورك فبدي أعطيه التورك اللي موجود على الشافت التورك الخارجي الموجود على الشافت فالمحرك راح يعدل البوزيشن تبعته ويعطيني ايش السبيد اللي ممكنه. ما هو سبيد تورك كيرف، ايش سبيد تورك كيرف؟ لما عندي سبيد تورك كيرف هو بحدد، فبقدرش احدد التيتين، ما بقدر يكون في نقطتين او على نقطه خارج فاذا كان هذا دي سي موتور في له خط من هون مضبوط، ايش هذا الاكسس؟ هذا الاكسس تورك، فاذا حددت اذا انا حددت السبيد مباشر هو بعطيني التورك، واذا انا حددت التورك هو بعطيني سبيد. اوكي ما بقدرش اطلع برا هذا الخط، هذا سبيد تورك اللي بعطيني اياه هذا المحرك، وهذا طبعا على كونستانت اكسايتيشن، غيرت الاكسايتيشن بتغير مكان السبيد تورك. تتذكروا سبيد تورك كانت مجموعه من سبيد تورك كلها بارالل على ديفرنت ارمتشر فولتج، بس هذا كله نفس الاكسايتيشن. شو الارمتشر فولتج وينه؟ اللي هو التيرمينز A1 و A2. إذا بغير A1 A2 بتغير السيت اوف كيرفز هذول الموجودين هون. لكن إذا نفس الإكسايتيشن رح يضلوا هذول كلهم بارلل تو ايتش اذر، كلهم متوازيين، كل الخطوط هاي متوازية. بتغير معي بتغير الكيرف أو الخط تبع سبيد تورك كيرف، اتس ستريت لاين. هلا لاحظوا هون الفيلد كمان 300 فولت، فالمفروض إذا حطينا هاي لازم تكون هاي محطوطة 100 مضبوط 300 كانت، أتأكد مرة ثانية هون الفيد 300 فولت، بعرف ليش احنا حاطين هون 100 فولت، هذا غلط، هذا لازم يكون 300 فولت وإلا بكون عندنا فيلد ويكنينج. إذا هذا هون الفولتج سورس، إذا بدك كانك تحط هذا ار ام اس ولا افريج ولا ايش؟ هذا هو دي سي، مش هيك؟ هو بهاي الحالة بيساوي الار ام اس، بس احنا ما بنستعمل كلمة ار ام اس أصلاً بالحالة هاي، خلص بنقول دي سي، فهو لازم يكون الافريج، لو كان هذا بده يكون الافريج. واحنا عملنا سيتنج هون انه السبيد هو الانبوت، فراح يطلع معي التورك هو الاوتبوت. الريتنج تبعت هذا المحرك 5 هورس باور، يعني تقريبا 3.5 كيلو واتس، مش هيك؟ 240 فولت الارمتشر فولتج، والسرعه 1750 ار بي ام. 1750 احتمال كبير تكون نتأكد منها، بس اظن انه 1750 اللي بتعطيني الريتنج. مش هاي السرعة، ما اظن انها هاي السرعة. اوكي ماشي واضح فاهمين؟ ملهاش معنى، يعني ما لها معنى اقول لك انه هذا المحرك سرعته الريتد سبيد تبعته 1750 ار بي ام، بعدين تكتشف انه عند 1750 ار بي ام كم نيوتن متر بعطيك؟ زيرو، ما لها معنى. اللي له معنى اكثر اني ايش اقول لك؟ انه هذا المحرك له سرعه 1750 ار بي ام في اللحظه اللي بعطيني فيها الريتد تور، زي ما كنا نحكي في الاندكشن موتور عن اسينكرونس سبيد. نتاكد منها هلا. بارامترز الثانية، ايش عندنا بارامترز لازم ناخذها بعين الاعتبار؟ مثلا عندي هون الارمتشر ريزيستنس واندكتنس. قديش قيمهم؟ الارمتشر ريزيستنس 2.581 اومز والاندكتنس 0.028 هنريز. وين بهموني هذول الرقمين؟ بالترانزيانت. تمام، ممكن باللوسز بس بتهمنا بالترانزيانت. شو ترانزيانت؟ ايش يعني بشكل تفصيلي اكثر؟ تايم كونستنت بعطيني الموديل الترانسفير فانكشن تبعت هذا السيستم. هذا له بول، هذا راح يعطيني بول، دول الرقمين راح يعطوني بول. قيمه التايم كونستنت راح تكون ال على ار، والبول راح يكون ار على ال. ال على ار وحدتها راح تكون سكندز، ار على ال راح تكون وحدتها radians per second، وهذا رح تعطيني البول. هاي رح تبدا توصف لي الترانزيانت بيهيفير. بتحبوا نحسب هذا الرقم؟ خلينا نحسب هذا الرقم ونشوف قديش قيمته. اتس انترستنج انك تشوف شو البول، شو التايم كونستنت تبع هذا السيستم. اقسم بالله الرقمين هذول يا تايم تبعت الموتور، التايم كونستنت تبعت الموتور رح تكون ال على ار. طبعا في لسه اشياء ثانيه، الانيرشا والهاي رح تعطيني شيء ثاني، من انا بحكي من ناحيه كنترول هلا، سيستم داينامكس او ترانزيانت زي ما حكى. عند القيمتين 0.028 على
والوحده طبعا السكند. طبعا كابول هذا اذا اخذت واحد عليه وين راح يكون؟ بعيد عن الاوريجن. فيمكن يكون هذا بالنسبه للميكانيكال لود مهمل. شوف يعني كمان عندي رقم ثاني فيلد ريزيستنس واندكتنس. طبعا بتلاحظوا واضح انه ايش الاختلاف الرئيسي مباشره بتشوف بين الفيلد والارمتشر بالريزيستنس. قيمة عالية عالية جدا، وهذا المتوقع عندي هون 281. كم فولت احنا كنا حاطين على الفيلد؟ 300 على 281. قديش الفيلد كارنت بتوقع يكون؟ حوالين 1 امبير. والتايم كونستانت، هلا بعرفش التايم كونستانت اذا بيختلف، اقسم بالله هدول التايم كونستانت تبع هدول يا محمد. 156 على 281. إذا هذا التايم كونستانت تبع الارمتشر الموتور ارمتشر، التايم كونستانت تبع الموتور فيلد 0.55 سكندز. شو بتلاحظوا هون؟ شو بتلاحظوا هدول الرقمين؟ هذا دوميننت. مين؟ هذا دوميننت. إذا كني بغير الفيلد اكسايتيشن، إذا غيرت الفيلد اكسايتيشن ودخلتها في الكنترول، هذا راح يكون دوميننت بول، وراح يكون له أثر على البرفورمانس تبع السيستم. ولذلك في معظم الأنظمة الحديثة شو بنعمل؟ ما بنغير الاكسايتيشن، ما بنتحكم عن طريق الاكسايتيشن، بطيء، اتس فيري سلاجش. بغير الارمتشر فولتج بس، ما بغير الفيلد اكسايتيشن تبعت السيستم. طيب بعدين كأنه في عندي كمان ميوتشوال اندكتنس، ما أظن أخذناها، عمرنا أخذناها بالموديل هاي. ميوتشوال اندكتنس ما بين اثنين، ما أخذناهاش الموديل عادة نحن بنهمل هاي الأشياء. طيب ماشي واضحة إذا هذول بالنسبة للبارامترز هذول موجودين عندنا. أظن هاي بس بالنسبة لهدول الموديل الأدفانسد، بس أظن هذا السامبل تايم إذا بدي أعمله ديسكريت سيستم بقدر أحوله لديسكريت ماشين. أوكي؟ أظن هاي بالنسبة للبارامترز تبعت السيستم تبعت الدي سي موتور.